حبايبي واغلى متابعين الناس اللي سالوني على طريقه جديده للفراخ، طبعا النهارده هنعمل فراخ بطريقه جديده يعني اغلب الناس في مصر ما تعرفهاش. هي طريقه اسيوي اللي هي عباره عن ايه، البتر تشيكن. والطريقه دي من ألذ الوصفات للفراخ. طبعا احنا المفروض نستخدم صدور الفراخ، بس انا النهارده هستخدم الفراخ الكامله. فانتوا لو عندكم فراخ كامله او عندكم وراك او عندكم صدور هتقدروا تستخدموها. طيب الطريقه دي بتحتاج شويه مكونات كده، يعني مش هنقول كتيرة بس هي بسيطة. ايه هي المكونات اللي انا هستخدمها؟ اول حاجة عندي بصل، عندي زبدة، وعندي كزبرة وتوم وفلفل وجنزبيل. الجنزبيل مثلا ممكن نقوله مش متوفر في كل الاماكن، فهقدر ان انا استخدم الجنزبيل البودر، مفيش فيه اي مشكلة. وهنا عندي واحدة ليمون. طيب ايه تاني هستخدمه؟ معلقتين معجون صلصة طماطم، وهنا عندي شوية كاجو ممكن استبدلهم بالسوداني عادي، وممكن ما احطهمش خالص مفيش اي مشكلة. وهنا عندي كمان معلقتين او ثلاث معالق زبادي. نيجي بقى للبهارات. البهارات عبارة عن ايه؟ عندي هنا كمون وعندي كزبرة. انا استخدمت كزبرة حصى، بس لو انتوا عندكم كزبرة مطحونة فهيكون افضل. هنا عندي دي خلطة كده هي المفروض بتكون اسمها جرم مصالة، بس احنا هنستخدم السبع بهارات بتاعتنا، او ممكن ما نستخدمهاش، نستخدم البهارات العادية خالص مفيش اي مشكلة. عندي هنا كركم، وعندي هنا بابريكا، وهنا شوية شطة لو عندي شطة بودر عادي مفيش اي مشكلة، وملح حبيتين ثلاثة، قرنفل معلقتين كاري. دي كل البهارات اللي انا هستخدمها. هنعملها ازاي بقى؟ تعالوا مع بعض نشوف الطريقة خطوة بخطوة. ان شاء الله هخليكم تعملوا احلى بطر تشيكن، طبعا بتتاكل بقى مع رز ابيض، تاكل مع عيش براحتك. تابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله تعجبكم الطريقة. هنيجي هنا لاول خطوة اللي هي تقطيع الدجاج، لو هنستخدم دجاج كامل بالعظم بتاعه. طيب هنا عندي زي ما انتم شايفين كده، بجيب الدجاجة كاملة زي ما هي، ببتدي ان انا اقطعها بالنص. اول حاجة اهي باخدها من الصدر كده للظهر اهي بالشكل ده. بعد كده طبعا لو عندي صدور، صدور بس، فهقطع الصدور مكعبات. حلو كده. طيب لو عندي دجاج كامل اهو بقطعها كده. هنا في الوصفة دي انا مش محتاج الجلد، تمام؟ فانا هعمل ايه؟ هشيل الجلد بتاع الدجاجة كده اهو زي ما انتم شايفين، بقطع العظمة بتاعة الورك، باخد حتة الورك دي من هنا كده. بعد كده بلاقي الدبوس باخده على اتنين اهو. حلو كده؟ اهي. يعني القطع بتاعتي في البتر تشيكن ما تبقاش اكبر من كده. اهي. بعد كده باخد الورك على تلات حتت اللي هي الفخدة، باخدها على تلات حتت، تمام؟ طبعا لو عندكم صدور دجاج فهتكون اسهل بالنسبه لكم. انا ما عنديش حاليا صدور، فعادي خالص اقدر استخدم الدجاج الكامل اهو زي ما انتم شايفين كده. ابتدي اشيل الجلد، هنا هقطع الجنح، جنح الفرخه اهو كده. بقى عندي الصدر. طيب الصدر هعمل فيه ايه؟ هقطعه كده، في عندي الحته دي لحم بس، هاخدها مكعبات بالحجم ده. طبعا ان شاء الله تكون الصوره واضحه معاكم اهي. بعد كده الحته دي خدها برضو على اربع قطع، يعني وصفه سهله وان شاء الله تعملوها مش تاخد اي وقت معاكم يعني، وهتبقى العمليه جميله جدا. طيب هنا الجنح طبعا انا ما بحتاجش الحته الصغيره دي، فهاخد دي بس، وكذلك النص الثاني من الفرخ. بعمل كده باخد الورك لوحده اهو، بعد كده بشيل جلده الورك كلها اهي. حلو كده. بعد كده اقطع العظمه من تحت اهي، هاخد الفخذ بس اهي، اقطعها على ثلاثه. دي اربعه اهي. بعد كده دي اقطعها على اثنين، هاخد الصدر الثاني اشيل الجلد اهو. بعد كده هشيل الجناح. حلو كده. هاخد الصدر ده على اثنين اهو، اقطع الصدر اول جزء تمام. بعد كده الحته بتاعت الظهر دي اكسرها اهي، برضه اخدها على اثنين اهي، مفيش اي مشكله. طبعا الفراخ انا غسلها ومصفيها كويس تمام اهي.
ودلوقتي بعد ما قطعنا الفرخه كلها زي ما انتم شايفين كده يعني ما شاء الله كميه كبيره، دلوقتي ده طبعا انا مش هستخدمه فهضطر ان انا ارميه، بس لو انا بعمل شوربه فراخ او حاجه هستخدم لها شوربه الفراخ فاقدر ان انا استخدم الدبريهات اللي بتطلع من الفراخ. طيب دلوقتي تعالوا مع بعض بقى نعمل التتبيله بتاعه الفراخ ونشوف هنحط ايه. طبعا اهم حاجه هي تتبيله الفراخ. طيب اول حاجه هحط على الفراخ زي ما انتم شايفين كده معلقه بسيطه قوي صلصه طماطم، وهنحط حوالي معلقتين زبادي اهو، تمام، نص الكميه، يعني انا هستخدم الكميه دي كلها فانا حطيت نصها، نصها هيتحط على تتبيله الفراخ ونصها هيتحط طبعا في الصوص اللي هنعمله مع بعض. نيجي بقى للبهارات، هحط هنا كركم وهحط كمون وهحط الجرم مصاله اللي قلت لكم عليها او 7 بهارات، وهحط كاري اهو، وحطينا طبعا الملح، رشه بابريكا صغيره، رشة شطة صغيرة، حلو كده؟ بعد كده هنزل سنة زيت اهو، اخر حاجة عندي عصرة ليمون اهي زي ما انتم شايفين كده اهو، دي طبعا من احلى التتبيلات اللي ممكن تعملوها للدجاج. بعد كده ببتدي ان انا اخلط كل الكلام ده مع بعض اهو، يعني عايز اقول لكم ريحه البهارات مع الليمون طلعت على طول اول ما قلبتها. بعد كده اقدر اعمل ايه؟ اقدر ان انا اشوحها في طاسه واقدر ان انا احطها في صينيه في الفرن. انا دلوقتي الاسهل عندي ان انا احطها في صينيه في الفرن، فهقلب كده كل المكونات بتاعتي. طبعا انا حاطط ورقه زبده علشان ما تحرقش معايا الصينيه اهي، احطها في الفرن حوالي 20 دقيقه على درجه حراره 200 بس، تاخد لون بسرعه او 220 يعني، تمام اهي، تاخد بس لون من فوق وتكون استوت حوالي 3/4 تسويه. ودلوقتي يا جماعه اهو حطينا الفراخ في الفرن على مده 20 دقيقه. تعالوا بقى نعمل مع بعض الصوص. اول حاجه نزلت بالزبده، نزلت بالبصل والثوم اهو، لسه حتى ما خدوش لون، تمام، هيبتدوا ان هم ياخدوا لون معايا. هبتدي ان انا افرم الجنزبيل والكزبره والفلفل الاحمر. دلوقتي اهو البصل والثوم عندي بيتحمروا، هنزل بواحدة قرفة خشب، وهنزل كمان بالقرنفل الحصى اهو زي ما انتم شايفين كده، وهنزل كمان بالكزبرة الحب اهي، حلو كده، عشان احمصهم مع البصل والثوم اللي انا حطيته، تمام، ابتدي ان انا اقلب كده، احمصه شوية، الله على الريحة. طيب دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين كده البصل ابتدى ياخد عندي لون، والثوم انا مش عايزه ايه يتحمر قوي يعني عشان لونه ما يغمقش جامد. هبتدي دلوقتي انزل بقى بالجنزبيل والفلفل والكزبره اللي انا قطعته، تمام، طبعا كله متقطع كبير يعني مش ناعم قوي علشان في الاخر انا هضرب الكلام ده كله في الخلاط، تمام، او بالهاند بلندر عادي بقى. حمر كل ده مع بعض كده. طبعا انا كده بطلع النكهه اللي في الخضروات والتوابل اللي انا هحطها، تمام، يعني شايفين الالوان والجمال، يعني الريحه اللي طالعه لوحدها بتجوع اهو. طيب دلوقتي بقى هبتدي ان انا احط البهارات، هحط برده معلقه كاري اهو، طبعا على قد الكميه اللي انتوا هتعملوها، هنزل برده بشويه ملح، معلقه ملح، معلقه بابريكا اهي، شطه، معلقه كركم، حلو كده، معلقه كمون. سيب لكم كل المكونات برده تحت الفيديو، وهنا معلقه من البهارات المشكله اللي قلنا عليها. طيب طبعا انا بحط البهارات في طبق كلها مع بعض علشان تقدروا ان انتوا تحفظوها وتكون سهله عليكم، واقولها ان انا اقولها مره واحده، شايفين اهو البهارات بقى اول ما بحمصها كده بتطلع الريحه الجميله. هبتدي ان انا احط صلصه الطماطم اهي. ليه بحط صلصه الطماطم؟ لازم اشوح صلصه الطماطم تشويحه كده مع الخضار في الاول علشان تديني لون افضل. طبعا يا جماعه قلت لكم قبل كده لو بتعملوا اي طبخه اي حاجه يعني حاولوا تشوحوا صلصه الطماطم المعجون الاول قبل ما تحطوا عليها اي ميه، تمام، شوحها تشويحه كده. دلوقتي هنزل بمعلقتين الزبادي
طبعا لو احتجت شويه زبادي تاني عادي ممكن ازود، بس انا شايف الكميه كفايه. واخر حاجه هننزل بيها ميه، شويه ميه سخنه كده، هقلب بس كل الخليط ده مع بعضه اهو علشان اهدي النار، اهدي الحله عندي. طبعا الحله تخنت جامد فانا لازم اهديها بشويه ميه علشان ما نسيش الاكل معايا يتحرق اهو. شايفين الخليط؟ شايفين اللون؟ طيب تمام قوي كده. دلوقتي هبتدي ان انا احط بقى شويه الكاجو اهو زي ما انتم شايفين كده، هديهم تقليبه كده مع الخلطه اللي انا عملتها، الخلطه الجميله دي. وبعد كده هبتدي احط بقيه كميه الميه اللي انا عايزها. يعني انا هحط مثلا حوالي لتر ميه اهو، وابتدي ان انا اقلب، هسيبها بقى تتقل شويه كده وتتبخر، والصلصه اللي انا حطيتها طبعا تتقل وتتسبك معايا شويه. وبعد كده هنضرب بقى كل المكونات دي في الخلاط. بعد 20 دقيقه بفتح على الفراخ اهي زي ما انتم شايفين كده، هو ده اللون اللي انا عايزه، ان هي تكون واخده جراتان كده، وفي نفس الوقت يعني تكون الفراخ لسه طريه من جوه اهي، شايفين؟ يعني الفراخ ما نشفتش معايا ليه؟ علشان لما احطها في الصوص تكمل بس ال 10% بتوع التسويه اللي باقيه، وفي نفس الوقت تبتدي تتشرب معايا الصوص اهو، شايفين؟ كده خلاص عندي الفراخ تمام التمام اهي. دلوقتي بعد حوالي ربع ساعه طبعا او 10 دقائق مثلا على حسب الكميه اللي هنعملها، الخلطه عندي تقلت زي ما انتم شايفين كده، بخرنا شويه الميه الزياده، هبتدي ان انا بقى افرمها. طبعا بقدر اطحن الكلام ده كله بقى بالهاند بلندر او بالخلاط، يعني الحاجه المتوفره عندكم مفيش اي مشكله، تمام؟ لحد ما اطحن كل الكلام ده، يعني انا عايز يبقى معايا بيوريه. بعد ما خلطناه اهو بقى بالشكل ده. طبعا لو انا شايف ان الخليط ما اتخلطش كويس او الخلاط اللي عندي ما قدرش يفرم كل المكونات، هقدر ان انا اصفيه مفيش مشكله بمصفى، بس لو الخليط كله زي ما انتم شايفين كده مخلوط كويس فتمام قوي كده. انا هبتدي انزل بالدجاج اهو كده، انزل بقى بقطع الفراخ كلها اهي. عيني على الجمال والريحه، والله العظيم الريحه يعني تغني عن الكلام، شايفين؟ الله على الجمال كده. حطينا الفراخ كلها، هبتدي بقى ان انا اقلب، شايفين الكلام؟ اهو ادي بس تقلبتين كده، وعلى نار خفيفه خالص مثلا مده قد ايه؟ مثلا يعني 3 4 دقائق بس، نار خفيفه كده اهي. طبعا شايفين انا بخفف النار على الاخر علشان الصوص معايا تقل دلوقتي، فلو عليت عليه النار هيبتدي ان هو يتحرق معايا. فانا بديكم كل التريكات برضو علشان الناس اللي يعني مبتدئين برضو والعرايس بقى الجداد يقدروا يعملوا حاجه جديده، وفي نفس الوقت ما تبصش منهم ان شاء الله. هخلي بقى الكلام ده كده ايه 3 دقائق زي ما قلت لكم او 4 دقائق على نار هاديه، وبعدين نرجع بقى نوريكم طريقه التقديم. ودلوقتي جينا لاخر واهم نقطه، طبعا شايفين الجمال وشايفين تقل الصوص، وعايز اقول لكم يعني الشكل كده يفتح النفس. هيني بقى اوريكم كمان هنقدمها ازاي. اول حاجه اهو بجيب طبق، ايا كان الطبق عندي طبق مفلطح او طبق غويط براحتكم خالص، حط شويه الدجاج كده اهو. طبعا مش حامله الدنيا دجاج، يعني انا عامل كميه كبيره، فدلوقتي مثلا هنحط الشويه دول، هبتدي ارش عليهم شويه كزبره كده، واحدتين ثلاثه فلفل احمر عشان يغير معايا اللون، واخر حاجه نقطه كريمه. يعني عايز اقول لكم الطبق ده مش هتاكلوه غير في مطعم 5 نجوم اهو، شايفين الشكل؟ خلينا بقى ندوق كده. بسم الله. طبعا لقمه عيش بقى او شويه رز، ناخد حته دجاج. شايفين؟ شايفين الفراخ يعني بسم الله ما شاء الله دايبه اهي، والله العظيم انا مش عايز احلف كتير، بس انا متاكد ان اللي هيجرب الوصفه دي وهيدوقها بجد هيدعي لي. ولو جربت الوصفه دي وعجبتكم يا ريت تبعتوا لي على الخاص وتقولوا لي ان احنا جربناها، وتبعتوا لي كمان الصوره. كده الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى تكون عجبتكم الطريقه، ويا ريت لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش لايك وكومنت وشير للفيديو. وحبايبي اللي مش متابعيني على الفيس، فيا ريت تتابعوني على صفحه الفيس الجديد، لان الصفحه القديمه زي ما انتم عارفين اتهكرت، فانا عملت صفحه جديده، وان شاء الله هنزل لكم كل الوصفات دي على القناه وعلى الصفحه.
الف الف شكر لكل اللي بيدعمني، تسلموا يا رب. شكرا.